السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پھر سے پڑھیں پوری کوشش کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا کفروا سواء علیہم عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوه 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 وعلى أبصارهم غشاوه وعلى أبصارهم غشاوه وعلى أبصارهم غشاوه وعلى أبصارهم غشاوه أبصارهم أبصارهم غشاوة 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 ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب ولهم عذاب 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 عظيم ولهم 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 عذاب عظيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.